الزمالك في اليد ماشي ازاي بالقوة كبيرة، وتوقعاتك للشوط الثاني يا استاذ علي؟ هو انا شخصيا على المستوى الشخصي انا ببقى دايما مطمن، لان ما فيش مره طلعت فيها في برنامج وفريق اليد بيلعب الا ما لازم يكسب. فدي تكمل على خير بقى النهارده ان شاء الله باذن ان شاء الله تكمل يا على رب خير يا النهارده. رب ان شاء الله. غير كده هما دايما بيبتدوا، ما بتكونش البدايه قويه، دايما الفرق اللي بتلعب مع الزمالك بتطلع كل طاقتها في الاول، يعني عصبيا بيقوم لا، والترجي في ملعبه والترجي في مع ملعبه جماهيره بالظبط. وخسر من الزمالك من اسبوع في نفس البطوله. انا قبل ما اطلع على الهوا كنت بتفرج على المباراه، فكان مغلوب الزمالك 4-1، صحيح، وكنت براهن انه هنرجع. هنرجع، وهتلاقي بقى بعد كده اهو الايه الفرق قاعد يزيد، وتلاقي الامور احنا رجعنا تختلف وتقدمنا وهم اللي تعادلوا في النهايه. بالظبط. ما هو ده اللي انا يعني يعني بوضح انا برضو الفريق قاعد مع حضرتك في الشوط الاول، ولكن طبعا في الكنترول استاذ احمد توفيق رئيس التحرير بيقول لي ان حارس الترجي كان متالق بشكل كبير جدا في الشوط الاول، كان متالق وكان معاه توفيق كبير جدا في الشوط الاول، ولكن ان شاء الله الشوط الثاني لاعبتنا هتقوم وبعدين بالمرصاد. عندهم خبرات، وخلي بالك برضو ما بيتهزوش، يعني انت تحس حتى لو الفريق اللي قدامه متقدم عليه بفارق برضو ما بيتهزش، بيفضل يستنى لغاية اللحظة المعينة هو هناك ويقوم. بصراحة الجمهور عامل قلق في الصالة، ولكن لاعبتنا مش هتتهز من ده إن شاء الله. بالظبط. لعيبة الزمالك شافوا أكبر أعداد جماهير ممكنة في كرة اليد، فحاجة زي كده ما تهزهمش. إحنا ياما كسبنا خالص بطولات من هناك في قلب الملعب. بالظبط صحيح، بالظبط. مش جديدة علينا يعني إن شاء الله. خالص خالص. يعني شايف الزمالك يقدر الشوط التاني يقدم إيه، وشايف الإنجاز اللي بيحصل أصلا في ألعاب الصالات بشكل عام مش بس في كرة اليد إزاي؟ شوف، ألعاب الصالات هي تعيش عصرها الذهبي حاليا في ظل إشراف الأستاذ النائب أحمد مرتضى منصور. هو أنا معلش أنا بقول على أحمد تحديدا إن هو راجل أساسا مسك حتة وتخصص فيها وبيديها كل وقته كل مجهوده. فأنا شايف الحقيقة الفترة اللي هو تولى فيها، كمان خلي بالك الباسكت كان بعيد قوي، يعني إذا لو قلنا إن اليد دايما في دايرة الضوء، فالباسكت بالذات كان حصل دروب، كان بعيد قوي كان بعد تألق كبير حصل دروب. بالظبط. وكان كمان الطايرة كان مستحيل ان هو يقف على وأول ما رجليه. أول ما تولى دعم الطايرة واتكلم معاهم وقدر يحسم بطولة مهمة من جدا. امتى بناخد من الاهلي وعملنا بطولات ليلة في الدوري رمضان، ولا ألف ليلة وليلة، كان بالظبط يوم سهرة طويلة جدا. بالظبط. فانا بقول لحضرتك كان من امتى الطايرة بيقدر ياخد من الاهلي كل البطولات في سنة واحدة. فيعني الحقيقة لابد وأن يحسب له أنه هو صحيح، فعلا حقيقي الجهد اللي بيبذله. وخلي بالك فعلا مش برضه بس في اليد، يعني اليد احنا مسيطرين في كل حته، ولكن الطايره كان موضوع سجال شويه هنا وشويه هنا، بالظبط والسله في طبعا كمان الاتحاد وسبورتنج، مش بس الزمالك واهلي، ده الاتحاد الاتحاد هو بالظبط. اللي بي هو عندك اللي بيليد. الاتحاد وعندك سبورتنج، ويعني لا، والاتحاد اسم كبير جدا في بالظبط السله، ولكن الزمالك قدر يعدل الموازين، بالظبط. قدر يكون موجود في كل حته.